بتعين وهذه كارثه. انا كان كرسي بتعين السيد اللي ما كيعرفش علاش تعين، ما عرفتش كاع علاش تعين، ما عنده ما يدير فيها من الاول. اما ما كانش خاصنا نخمونا في هذه اللجنه هذه، بقاوش نتماسحوا على المغاربه. ملي فهمنا بانه اللجنه الخاصه الهدف ديالها هو توحد الرؤيه السياسيه والاقتصاديه ديال المغاربه بالاستماع الى جميع الاحزاب بما فيهم الاحزاب المشكله للحكومه، باش كل واحد يعطيها النظره ديالو واقتراحات، باش يجمعوا في الاطار وحدوي ويقترحوا علينا رؤيه موحده للمستقبل ديال المغرب. هذا يسمى نظام شمولي، نظام فاشيستي، هذا انقلاب، هذه مؤامره ضد الديمقراطيه، الذي يختار الاهداف والبرامج والتصورات هو الشعب المغربي عن طريق الكتله الناخبه. حتى واحد من كله يخوض مكانة الشعب المغربي، حتى واحد من كله يقرر عوض الكتله الناخبه. اشنو البرنامج الصالح؟ اشنو البرنامج المرفوض؟ هاش هما الاختيارات ديال الشعب؟ اش هما الاهداف ديال الشعب؟ طموحات الشعب، اختيارات الشعب، اهداف ديال الشعب. الشعب دون غيره هو اللي غادي يعبر عليهم. هذه قضيه واضحه. حنا اعتبرنا بان من باب المستحيل ديمقراطيا ان نمشي حنا نقفوا امام 35 ناس، 35 شخص، مهما كانت قيمتهم اخلاقيه والعلميه والاقتصاديه والماليه واللي بغيتو، ونجيو نطرحوا عليهم البرنامج ديالنا باش هما يختاروا واش مقبول او ماشي مقبول، واش فيه شي نقطه صالحه او ما فيهش شي نقطه صالحه، لانهما لا يمثلون الشعب المغربي. اللي كيمثل الشعب المغربي هي بحال اللي قلت لكم انا الكتله الناخبه. بالتالي البرنامج ديال الحزب المغربي الحر غادي نطرحوه للكتله الناخبه في الانتخابات المقبله. ما كنتناقشوش مع شي حد اخر فيما يخص البرنامج ديالنا. هما عاود عندهم شي برنامج، وصاحب الجلاله قرب بعد ما طلع البرنامج ديالهم واعتبر بان البرنامج ديالهم لربما فيه شي حاجه اللي يمكن لها تستحق نناقشوها، وبغاو هما يصيفطوها للحزب. حنا مستعدين نسمعوا ليهم ونحاولوا نكونوا مضبوطين وواعيين في الفهم، واذا قنعونا وعندهم شي نقطه حنا مستعدين وكنوعدهم ندخلوها في البرنامج ديال الحزب. اما البرنامج ديال الحزب لا يعطى للجان، يعطى للشعب المغربي. هذه الديمقراطيه الاخوان، الديمقراطيه مبنيه على حق في الاختلاف. انت كتجيب برنامج اشتراكي، انا كنجيب برنامج السوق الحره، انت كتجيب واحد البرنامج الله اعلم منين جبته، انت كتدعي بانه نزلتي من السماء، واحد كيدعي بانه كيعيش بالثروه ديال البحر. شغلوا هذا والشعب كيختار، هذا هو الاختلاف، ما كاينش حاجه واحده اخرى. واذا من بعد 20 سنه ديال الملك، ومن بعد 20 سنه ديال الحكم، او 21 سنه ديال الحكم، عاد غادي نسوقوا الاخبار ونوعوا بانه خدامين 21 سنه بدون برنامج، وعاد نمشيو نفتشوا على البرنامج والنموذج. وهذه كارثه بالنسبه للمغاربه، كارثه. كنقولها وكنعاودها، ماشي اليوم اللي كان خصنا نعرفوا بان ما عندناش برنامج. ما كنتش كنعرف بان الحكومه كتشكل بدون برنامج. انا كنسحب الدستوريه بانه ملي كنشكلوا حكومه، حكومه كتناقش البرنامج ديالها مع البرلمانيين، وكيتفقوا جميع الاغلبيه من بعد ما يسمعوا المعارضه اش غادي يديروا في البلاد. ما كناش كنعرفوا بان غادي هكا
غير في الظلمة كالسوقو بلاطو كدا. هاد اليوم هاد غادي نخمو نجتمعو باش نعرفو شنو هو النموذج الاقتصادي اللي عاد نمشيو فيه. واش كنا كنديرو هادي 21 سنة عباد الله؟ اش كنا كنديرو هادي 21 سنة؟ واش كتبسحو في البلاد؟ علاش تتمسحوا بهذه البلاد؟ لأن جينا في الجنوب ديال البحر الأبيض المتوسط، أو جينا في شرق أمريكا، هذه أمور ما كنلعبوش فيها، هذا غلط سياسي ارتكبة. أنا ماشي من الناس اللي كنطلب الحيدر القدسية للملكية، خليها مقدسة وبعيدة علينا، خليها فوق الجميع. تقول لي في الدستور نحيدو القدسية ونفرض عليك الاحترام الواقع، الاحترام الواقع رباوني والدي والمدرسة المغربية أنني نحترم جميع عباد الله حتى الخصوم ديالي، أنا كنوقر الجميع. لكن ما تقوليش بأن 21 عام وحنا كنسيروا البلاد بلا هدف، هذيك الشي حاجة ماشي هي هذيك. حنا كنا كنضلوا هذه استشارة شغلو الملك يستشر مع من ما بغى بمن ما بغى حتى من الاجانب ودا بغى شغلو هذاك ما كندخلوش فيه. ولكن نقولوا للامه اجوا اجتمعوا جميعا باش نعرفوا واش غادي نديروا، عاد دابا نعرفوا واش غادي نديروا. الاخوان راه بدينا كنتمسحوا في المغرب، لان حتى واحد ما بغى يتحمل مسؤوليته. حنا ما جيناش نتمسحو وما نقبلوش شي واحد يتمسح ولا يضحك علينا. وكنعتبر بان الاحزاب السياسيه اللي لبات الاستدعاء للمثول امام اللجنه باش تناقشها بحول البرنامج ديالها هي احزاب لم تكن تستحق اتخاذ الشعب المغربي. انا كنتسائل اش كانوا قدموا للشعب المغربي ملي كانوا كيصوتوا، ملي كانوا كيطلبوا له، كيطلبوا من الشعب المغربي يصوت عليه. بدينا كنضحكو وكنديرو اللي كان، راه نوصلو شي كارثة. سياسة معمولة بسياسيين ولا ماشي سياسي، ما عندو يدير في الحكومة وما عندو يدير في السياسة وما عندو تصورات طبيعتي. لي مستشار تكنوقراطي يستشروه، يعطي استشارة اللي بغا. دارونا المغرب الأخضر، خلصنا ليه الملايير ديال الدولار لمدة 20 سنة، عطيناهم شركة أمريكية خورت في الفلاحة ديال المغرب، تكشطو المغاربة، كشطونا، وما بغيناش نحاسب المسؤولين على المغرب الأخضر. أصبحوا حياتنا كنا حنا كنتفلاو. خصنا نكونو رجال، خصنا نوقفو هاد النزيف، خصنا نحاسبو اللي كان مسؤول على شي ميزانية اش دار بها، فين مشاو الفلوس. كنا في 1956 عوض ما نخمو نقشطو النصارى ونقولو المغاربة ونديولو من الفيرمات، واحد يدي هادي، واحد يدي الطريق، واحد يدي البحر، واحد يدي السماء. تكون جلسو قالو ها الاختصاصات ديال الملك، ها الاختصاصات ديال الحكومة، ها العاد كيفاش غادي يكون، ها الحريات، ها الحقوق، ها الواجبات ديال كل واحد، وسطرهم غير في شي خمسة ولا ستة ديال النقاط في شي ورقة، وحلفوا أن أي واحد خالفهم غادي يدخل للحبس ولا غادي يتصفى ولا غادي يتصفى. تكون الان اليوم حنا هما الدوله الاولى في العالم، واخا حنا غير 30 مليون والامريكان 300. هذه اللي كاينه في 1956 غلطنا. هادوك ديال 1956 وحنا كنلعبو. شنو وقع في المغرب؟ يعني عاد جينا حنا كنا حنا باقي بزوجين، باقيين كنشوفو الملك في القمر. الثوار كما اللي كنقول هذيك كل الناس يضحكوا. انا بغيت غير نقول للمغاربه عباد الله باش تعرفوا الى اي درجه كنا مطبوعين
كنشوفوا محمد الخامس في القمه، شكون هذا يقدر يقول للملك لا وحنا كنشوفوا في القمه؟ حنا راه كان كيبي مع سيد ربي. انا نقول لك الصغير كيقول لك شنو وقع لي انا، ما تقولوش انا يا الحماق يقول هذا وقعت لي انا ونمي وخالتي وجداتي وبا وعمي، وسولوا الناس ديال الجاي هي اللي كانوا صغار وشافوا كيقولوا هذا الحماق هذا، تقول لا وشوفوا في القمر وما من انت. اش وقع لينا؟ البام فشل وصاحبو عربان في مالاكا قالوا لي ما عرفتش ياكل الفلوس. اخنوش كان دون فشل. عاش الشعب واش مات 21 مليون ديال الرؤيات في الطرف شهرين ولا ثلاث شهور. الناس بدات كتخرج ليها نيشان، كان خصنا شي فكره، قالوا غنديروا لجنه خاصه باش الاحزاب يتلهوا فيها، وغادي نجيب واحد البرنامج ونقولوا صافي المغرب وبردوا. دابا 30 مليون ديال المغاربه، النقابات والاحزاب والمجتمع المدني والططا والجامعات كلهم اتفقوا بان هذا البرنامج غادي حل المشكله ديال ولادكم وولاد ولادكم. ما بقى حد يموت في البحر، ما بقى حد. صبروا شويه شي واحد 10 سنين 20 عام والخدمه غتكون والامور غادي تزين. هذه الفكره، هذه الفكره حنا ما نشاركوش فيها لان ما بغيناش عاوتاني نتعطلوا نقولوا صافي حنا حبست 2020 بركه، انا نبدا واحد جديد، واحد جديد ونتعلموا نقولوا لا. لان الان الناس حنا وعينا ملي كنشوفوا في السماء كنشوفوا القمر كنشوفوا الشمس، ما كنشوف فيه والو، ما كنشوف فيه والو، لا مالك لا مباركه لا برلمان لا العماري لا خل، ما كنشوف والو ملي كان عندي عين السماء. دابا وعيت يا لا ما نتمشاوش معكم. البرلمان البرنامج كيتحط للشعب والشعب اللي كيختار ماشي شي حد اخر. اما انت كملك بغيتي استشاره مشي لجنه مشي الشخص مشي اجانب مشي 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 مؤسسه دوليه من البنك العالمي من صندوق النقد الدولي من البنك العالمي حقو ما كندخلولوش حنا في داكشي. ولكن كانت فكره عاوتاني غادي ندخلوا نبداو نجمعوا ونتكلموا وعطيني هادي وتاتا يقول لك باش في الاخر يقولوا واجتمع الشعب المغربي على كذا نتحملوا حنا المسؤوليه كشعب ديال واحد البرنامج ما نعرفوش غادي يخرج منه. ولكن ملي كتدخل عندهم وكتناقش معاهم راه صبحتي ديالهم، غادي يخرجوا يقولوا واستشرنا مع الجميع وقررنا كذا. ربما داكشي راه تقرر هادي شهرين وموجود ومطبع، حنا غير غنمشيو نتبانو في التلفزيون ونخرجو ناكلو الحلوى ولا يعشيونا ولا يغدونا، تكون الأمور واضحة هادشي كنعرفوه. فبالتالي كنقولو لا، اللجنة الخاصة طب الراس مع سيدنا فوق الراس والعين، أنا فوق راسنا دير اللي بغا، ولكن اللي غادي يقرر هو الشعب، وما كاينش شي واحد غادي يمشي ضد الشعب. وما كاينش شي واحد غادي يكون فوق الشعب عباد الله. خاصنا نبداو نقولوا يا الملك، ولكن الشعب قبل منك وبكثير، وفوق منك الملك وفوق منك الشعب، كاين الله احسن منكم بجوج. النهار اللي تعلموا نقولوا الشعب اولا، انا ماشي ضد الملك ولكني ما نديروش الملك قبل الشعب واخا تقتلني، الشعب اولا، الشعب اللي كيقرر. يلاه هضروا على كلام في القضيه، انا باش نبقاو موحدين نبقى الاستقرار نبنيو المستقبل بلا مغامرات. بغينا الملك يا ودي يا، ولكن الملك يقرر بلاصه الشعب يقول لك لا، هذه راه ما كايناش وما غتكونش، ما كيهمنيش غادي يمكن يوقع ولا ما يوقع لياش ولا شي حاجه، هذه لا ما فيهاش الا. والمغاربه تعلموا تقولوا لا، تعلموا تقولوا لا. والولد كيخرج من كرش امو اش كيدير؟ كيغوت واه وكيشد يدو عوال على خص الزيت. كنا واضحين الا ولي بعض البراد هادي يقول لي انا خص مقاطعه الانتخابات خصو الاعدام، لانه ما سببنا في هذه الكارثه هادي، لانه هما هادو اللي كيكشطوا المغرب. اول حاجه اللي كيديروا ما يقنعونا ما يمشوش يصوتوا باش يدوزوا هما. وهاد ما يقولون المغاربه ردوا بالكم
راه ديك الورقه اللي كتكب في الصندوق راه ميترايوز هذيك، هذيك راه قنبله نوويه ما تحطها تعرف على من غتحط. ورخبوا الصناديق، افرضوا وجودكم، حين هذا تسالى الفهمه تصفط غادي تسالى في نهارها.